وإلى القاهرة، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في انهيار مبنى في منطقة حدائق القبة في مصر. وأكدت قوات الحماية المدنية المصرية أنها تعمل على انتشال ضحايا المبنى المنهار، مشيرة إلى سحبها 8 جثامين و4 جرحى، حيث نقلوا إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج. هذا وشهدت مصر حادثة مشابهة في 26 يونيو الفائت في محافظة الإسكندرية، عندما انهار مبنى مكون من 13 طابقا، ما تسبب بوقوع ضحايا. وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا أحمد حسين. أحمد، أهلا بك. ما هي آخر الحصيلة حول ضحايا انهيار مبنى القبة، إن كان قتلى أو جرحى، وهل توضحت الأسباب؟ نعم، تبدو الحصيلة مرشحة للارتفاع. وسائل الإعلام المحلية تتحدث عن حالة وفاة جديدة ترفع عدد المتوفيين أو الذين لقوا مصرعهم جراء هذا الانهيار إلى 9 حالات وفاة. وهناك وفقا لمصادر محلية طبية في مستشفى الدمرداش، فإن هناك 4 مصابين تبدو إصاباتهم حتى الآن وفقا للمصادر الطبية خفيفة ومتوسطة. هذا الانهيار وقع في عقار في منطقة حدائق القبة بالعاصمة المصرية، وهي منطقة قريبة من منطقة مصر الجديدة. الانهيار وقع لعقار مكون من طابق أرضي و4 أدوار متكررة صباح هذا اليوم. لم تعلم بعد الأسباب الحقيقية جراء هذا الانهيار. عادة ما تأخذ أسباب الانهيار والتحقيق فيها عدة أيام حتى يتم الإعلان عن أسبابها بشكل حقيقي، لكن قوات الأمن الآن أخلت محيط العقار وأخلت عدة أبنية سكنية مجاورة لهذا العقار، وقطعت المرافق عن المنطقة حتى لا تحدث تداعيات لهذا الانهيار مثل مرافق الغاز والكهرباء والمياه. ما زال يجري البحث عن عدد من المفقودين. أسفل الأنقاض تتولى فرق الحماية المدنية رفع الأنقاض، وأمرت النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار هذا العقار، وربما أيضا خلال الساعات القليلة تأمر النيابة العامة أيضا بفتح تحقيق مماثل في هذا الانهيار. وزارة التضامن الاجتماعي من جهتها أمرت بصرف تعويضات عاجلة لأسر المتوفين والبحث عن مساكن أو توفير شقق بديلة للأسر التي تضررت جراء هذا الانهيار. هذا الحادث هو الثاني خلال يومين، يعني بالأمس فقط كان هناك انهيار آخر لمبنى مكون من 8 طوابق في محافظة البحيرة شمالية مصر، وقبل أقل من شهر انهار مبنى آخر من 13 طابقا في مدينة الإسكندرية كما ذكرت في متن الخبر. هي مشكلة تتكرر باستمرار، ترجع أسبابها الرئيسية إلى عدم تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر بحق عدد من المباني المتهالكة والآيلة للسقوط، والتي يصدر فيها قرارات بالإزالة ولكن يتم تعطيل تنفيذ هذه القرارات.